الحمد لله. أما أهل الكفر يسحبون إلى النار والعياذ بالله مباشرة ولا يمرون على الصراط. أما أهل الإسلام والتوحيد سيمرون عليه بسرعات تختلف بحسب أعمالهم فمنهم من يمر عليه كالبرق كلمح البصر وكالريح كأجاويد الخيل منهم من يجري جريا منهم من يمشي مشيا منهم من يزحف زحفا منهم من تخطفه الكلاليب نسأل الله العافية. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه